أعود بتحيتكم مشاهدينا الكرام، بسم الله وعلى بركة الله تتواصل الانطلاقات ونعيش من جديد من خلال المشاركة أيضا في أشواط هذه الفترة الصباحية، شوطنا السابع الذي يعلن هذا الانطلاق والعودة إلى سن الإبكار أو فئة الإبكار في هذا التحدي المثير. 150 بكرة مشاركة في هذا الشوط الذي بدأ يعلن هذا التحدي المثير من خلال الأعداد التي بدأت تحمل الإثارة في بدايتها. نسير بحضراتكم إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى تحدي هذه الانطلاقة، وأتابع المركز الأول التي تحمل أيضا شهني رامس محمد بن ضبيب العامري اللي على المركز الثاني، والمركز الثاني تعود هنا سراب سلطان بن حمد بن عميره الشامسي، بينما المركز الثالث في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي وتابع الله ديره محمد بن حمد بن علي النعيمي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع أرى شعار السمح قادم في هذه المشاركة وفي هذا التحدي سعيد بن مطرميثي، بينما هناك على المركز في هذا الاندفاع المثير. هنا نتابع انطلاقتنا القادمة هنا من العايد العيدية عيلان بن حميد بن واس الاجتبي الذي اطلق مع هذه الانطلاقة. يا سلام، عيدية مسمنا اسبوع العيدية، روح ابو حمدان روح. اشوف المركز الرابع، اعود الى المركز الرابع واتابع تحدي قادم من دير محمد بن حمد بن علي النعيمي، بينما المركز السابع في هذا الانطلاق الله 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 بدأ ايضا الضيوف قادمون في هذا الانطلاق، واتابع محمد بن سالم الثعلوك الاجتبي مع ازعاج اللي بدأ يظهر في هذه الانطلاقة. لكن نعود مع القمة، مع البداية، من تصدرت من انطلاقة هذا الشوط، حملت المركز الاول، قادت الشوط الانفراد، هي الشاهدية رامس محمد بن ضبيب العامري التي بدأت تعلن انها متواصلة في اخر 500 متر، لكن القادمون وصلها لمرغم، وصلوا بتحدي قوي وانطلاقة وتحدي مثير. يا سلام، هي عبير سالم بن راشد بن حمد بن غدير، جو متميز. وهنا على المركز الثالث تعود الانطلاقة هنا مع المركز الثالث في وجود مرعوش عبد الله بن حمد بن عبد الله العامري، ولكن خلاص سلم لي على الرامس، سلم لي على الرامس هنا من حمل ايضا في هذه الانطلاقة في هذه الشاهنية رامس بن محمد بن ضبيب العامري. سلام يا الغربية، مشكور على الشاهنية، سلالة متميزة اذا كانت تحمل هذا الاسم وهذه الغربية. ما شاء الله قادت الشوط من البداية الى خط النهاية. المركز الثاني ذهب الى ندى الحمود بن عبد الله بن سالم اللحافي، والمركز الثالث كانت عبد الله بن حمد بن عبد الله العامري، هي المرعوشه. وفي المركز الرابع يا سلام، هي جواهر هلال بن خميس بن عامر العامري. والمركز الخامس نعود مع انطلاقه عبير سالم بن راشد بن حمد بن غدير. هنا ما شاء الله الشاهينيه، وغني الشاهينيه، وافرح يا الشاهينية، وافرحوا يا اهالي الغربية ايضا. مشكور ايضا بهذا الاداء، ما شاء الله الرقم جميل 99، تحمل رقم 99 في انطلاقتها وتوقيتها ايضا لسجلته مع هذا الاندفاع والذي حمل ايضا القوة والاثارة. يا سلام، افضل توقيت الله 3:97، يا سلام 3:09.7 من الاجزاء من الثانية، قادت الشوط. مشكور يا بن ضبيب يا العامري، مشكور على هذا الأداء الجميل اللي قدم أيضا هذا النوع الممتاز وهي الشاهينية. أشوف المركز الثاني يا سلام، هذه أيضا اللي أعلنت هذه الانطلاقة، هي ندى حمود بن عبد الله بن سالم اليحافي. 7:11 سبعة من الأجزاء، 3:11 سبعة من الأجزاء من الثواني هو توقيتها الزمني. والمركز الثالث كانت المرعوشة عبد الله بن حمد بن عبد الله العامري. مشكور ايضا يا العامري، 3:11 تسعة من الاجزاء من الثواني. يا سلام، تغنى الجميع، نهني الفائزين ونتمنى التوفيق ايضا للقادمين بالمشاركة في ميداننا، تحفة ميادين السباقات وما يحمل ايضا في هذه الايام المباركة، في هذه المكرمة المباركة.